التليفون، الجواب على التليفون. والله عندي توصيل أنا مندوب. أسألك سؤال. جواب. متى يطبق النظام المروري في العراق؟ والله المفروض يطبق هسه. يطبق بشكل كامل؟ لا مو كامل. متى يحترم السائق النظام العراقي المرور القانون المرور العراقي؟ والله لما يعني انه السائق يشوف اكو خدمات صحيحه او اكو قوانين صحيحه ذاك الوقت يطبق 100%. او تطبيق عادل. شنو تطبيق عادل بالقانون؟ يعني يشمل الجميع اكيد بدون استثناء المفروض. اجاوب. جاوب راحتك. اجاوب راحتي. راحتك بس بدون تجاوز. بدون لا احنا ما نتجاوز. اول شغله انا جدا فرحان اني التقيت بحضرتك. الله يسلمك. الشغلة الثانية يعني موضوع السياق القانوني اللي ماشي هسه عندنا، تشوف هواي سيارات مضللة، سيارات مضللة هواية. من أنا أجي أخلي التظليل، شمس حارة، تفوت سيارة مضللة من قدامي ما أعرف شنو وضعها، هاي أبو المرور يختاض عنها. طيب هذا راح يجرنا السؤال الآخر. أنت هسه عندك تقول ماكو عدالة بتطبيق القانون. ألف رحمة على أمك وأبوك. إذا صارت هناك عدالة في تطبيق القانون، هل سيلتزم السائق العراقي؟ يلتزم. يلتزم؟ أنا أول واحد التزم. يعني تقوم أشد الحزام؟ أقوم أشد الحزام وأمشي. ما تستعمل التليفون؟ لا ما أستعمل. التليفون هذا الموضوع يعني هو شيء سلبي علي قبل لا أكون. بس هو بالقانون ممنوع. ممنوع غرامة على 100,000 دينار. يعني متغرم قبل. سبع أنت بطل. الله ياك شكرا جزيلا. أنت شو وقت راح تحترم قانون المرور؟ لما نشوف الكل متساوي. كل نعم. وثقافة الإنسان يعني هي لما نصير يعني عدالة بين الكل أكيد واحد لح يحترم الثاني. طيب شنو الشرط مالتك حتى يطبق النظام المروري؟ والله هي هواي شغلات بس أهم شيء إنه أنت حتى تقتنع. لا أنت حتى تقتنع بقانون المرور تقول أنا أحترمه وأطبقه. أنا جاوبك. جاوبك. السيارة ذيك مال شرطة قبل يومين بالضبط، أنا حرامات مشاهد كان عندي كاميرا بذيك الكاميرا مالتي، السكه مال يرموك يم البنزين خانه، العالم تجي بيها رونج سايد، اول مخالف ابو المرور. زين ابو المرور ولا الشرطه؟ العفو الشرطه هذه الهاينه. رجعت بالمرور. استاذ لما انا اذا اشوفه اتعدى من هاي الفتحه اللي هي ممنوع السكه يعني هي محرمه اصلا. زين انا او غيري مو انا ما راح يروح ورا هسه يقول هذا ايش حاله من حالي صح لو غلط؟ زين هذا من يحاسبه؟ يعني قصدك انه يجب ان تكون سيارات الدولة بصورة عامة محاسبة هاي السيارات ويكونون هم القدوة. طبعا انا اذا اشوفه قدامي قاعد دا يفتغ ليش ما اسوي هيك؟ احكي لي ببالك. والله الصراحة غير اذا صارت عقوبات راح يحترم. سيدي عاقبون هم دا ينتقد جهاز المرور ليش؟ صحيح مو ذاك العقوبات، يعني المفروض عقوبات شوية غرامات أقوى. طرحنا على الناس متى يحترم قانون المرور بالشارع، سمعت الإجابات. طبعا إجاباتهم الكل يعني نعم هي مقنعة الكل. يعني سألنا البعض يقول عندما يطبق القانون بشكل عادل على الجميع. أنا دا أشوف حاليا دا تنشر بعض الاعتداءات اللي دا تصير على رجال المرور ودا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه ودا تصير هاي. والبعض خاصة الطبقة الفقيرة الدراجات التوك توك بالرغم من أنهم مخالفين لا يطبقون القانون عكس الاتجاه ما يلتزموا شارة المرور، والبعض يعتب على بعض النفوس الضعيفة في جهاز المرور. إذن هي مشتركة. أنا سؤالي بعض المسؤولين اللي يخالفون أو أولادهم يخالفون هم عراقيين، والفقير هو عراقي، ورجل المرور هو عراقي، والطبقة الوسطى هو عراقي. إذن من المسؤول عن تطبيق النظام؟ المسؤول هم جهاز المرور، لكن الدعم لا يجب أن يكون لهم. التطبيق بعدالة. القانون أي قانون يشرع، إحنا دولة إسلامية، روح الإسلام من الشريعة الإسلامية، ماكو فرق بين فقير وغني، الكل كل من يخالف يجب أن يخضع القانون. ما قال هذا غرموا الفقير 5,000 وغرموا الغني 50,000، الكل سواسية. لكن البعض يعتب على الخدمات، وفر الخدمات يلا قد تكون هي حجة. وإذا متى ما تم تطبيق القانون بصورة عادية، وأنا أشوف دعم سيد وزير الداخلية حاليا جهاز المرور دعم لا محدود، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون التعامل مع من البعض من رجال المرور
انه هو في خدمة المواطن، هو في خدمة المواطن حتى يكون التعامل صحيح، ونبدي نحترم النظام ونبدي نطبق قانون المرور، والكل يشعرون انه هناك عدالة في تطبيق القانون وليس على فئة معينة. تحياتي للجميع، رجال مرور اخواني واصدقائي، وانا عملت وياهم سنين طويلة، واعرف هناك الشرفاء الكثيرين وهناك بعض النفوس الضعيفة قد تسيء الى جهاز المرور. نتمنى تتعالج هذه الحالة. تحياتي لكم.